مرحبا واهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض هذا الميك اب لوك باستخدام هذه الارتست فيس كولر من ميك اب فور ايفر. الارتست فيس كولر هم عباره عن 34 لون مقسمين بين بلاش سكالب وهايلايت. مش بس استخدمتهم للكونتورينج والهايلايت والبلاش، كمان استخدمتهم كمات اي شادو بهذا اللوك. فاذا كنتوا حابين تعرفوا اكثر وتشوفوا كيف انا بستخدم هذه الالوان من ميك اب فور ايفر، خليكم عم بتتابعوني. ولتوفير الوقت انا استخدمت هذا الفاونديشن من فنتي بيوتي، وزعته، وهلا رح استخدم هذا البرايمر من اربن ديكاي بدرجة ايدن. فبما اني وزعت هلا البرايمر، رح استخدم هذا اللون لحتى اثبت فيه البرايمر. وهلأ رح استخدم هذا اللون اللي هو الشيمري بينك كترانزيشن كولر. وهلأ رح استخدم هذا اللون اللي اسمه كامل. وهلأ رح استخدم هذا اللون اللي اسمه تشيسنات. هلأ بفلات براش رح استخدم هذا اللون اللي اسمه بلام. شايفين قديه البيجمنت حلو بهدول البلاشز. هلأ ببلندينج براش نظيفة رح نعمل بلند. هلأ رح استخدم هذا اللون اللي اسمه دارك شادو، ورح احاول اغمق فيه الزاوية الخارجية للعين. هلأ رح استخدم هذا الهايلايتر من فنتي بيوتي اسمه يونيكورن. هذا الهايلايتر من فنتي بيوتي ابدا مش حلو كهايلايتر لانه كتير ناشف، فرح اخذ منه شوي باصبعي ورح احطه على بداية العين. هلأ من باليت مونلايت من اربن ديكاي رح استخدم هذا اللون. رح ارجع اعيد نفس الخطوات اللي عملتها فوق بالمات اي شادو تحت. وهلا رح احدد منبت الرموش بهذا الجل لاينر من انجلوت رقم 77. وهلا رح اركب الرموش، رح يكونوا من هاوس اوف لاشز بالستايل بودوار. هلأ رح أكحل العيون بهذا القلم الأسود من Forever 52 بنفس اللون اللي اسمه Plump. رح نعمل سموك خفيف للخط الأسود. الكونسيلر حيكون من نارس بدرجة كاستل. الماسكارا حتكون جرانديوز من لانكوم. ولحتى اثبت الكونسيلر راح استخدم هذه الدرجة اللي هي بنانا. الحلو بهاي الدرجة انه اللون الاصفر فيها مش بارز وواضح، ولكنه بيعمل هايلايت كتير حلو. هلأ لحتى أعمل كونتور رح أخذ هذا اللون اللي هو اسمه ميديوم شادو وأعمل فيه كونتورينج كتير خفيف. شايفين قديه لونه حلو، بيعمل كونتور بطريقة كتير حلوة. شايفين الفرق بين هون وهون.
الليبستيك راح يكون من باليت أنستازيا. وبعد ما وزعنا اللون البنفسجي على الأطراف راح ناخذ هذا اللون ونوزعه بالنص حتى نعمل الأومبري ليبس. وبالنسبة للهايلايت راح أخلط هدول اللونين اللي هو بينك الباستر وكمان شامبين. راح أخلط هذا اللون وهذا اللون. شايفين قد ايه لمعتهم حلوة؟ اوكي، هلا بالنسبة للبلاش راح اخلط هذا اللون اللي هو بينك مع تانجرين. يعني يا ريت الكاميرا تفرجيكم قد ايه الالوان حلوة. واخيرا راح استخدم الميست اند فيكس من ميك اب فوريفر. وبهيك بنكون خلصنا هذا الفيديو اللي فرجتكم فيه الارتست فيس كولر اللي راح ينزلوا ب 1/11/2017. كمان استخدمنا اغلب الدرجات بهذا اللوك اللي عملته اليوم. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستفدتوا. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وتحكوا لي اذا جربتوا اي لون من هدول الالوان من ميك اب فوريفر، لانه رايكم كتير بهمني. واخيرا ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.